إذا مرة أخرى أدعو سعادة يوسف النويس العضو المنتدب لشركة المعبر الدولي للاستثمار ليحدثنا أكثر عن هذا المشروع الجميل. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن ما بغيت أطول عليكم، بس هذا المشروع مشروع عزيز على قلبنا وعلى قلبي أنا. أنا ليش بغيت أطلع مرة ثانية وأتكلم؟ أول زيارة لي كانت 2008، التقيت بالأخوان في أبرقراق، وكان الأخ والصديق والعزيز على قلبي الحقيقة هو الأخ حكيم الصقل، شخص مثابر، حكمة، وأيضا عند الإرادة القوية لتحقيق ما هو يدور في بالنا. كانت أول زيارة لي للموقع في 2008، قلت هذا الموقع كيف راح يصير، كيف راح نبني مع المشاكل، والمشاكل اللي كان أنك تطلع الناس من السكن، الكورنيش اللي على ضفة الرباط، لو الواحد شافه في ذاك الوقت للأسف أقول له كانت ريحة السمك والناس اللي على اللي تصيدون سمك يعني وجالسين، شيء يعني تقول كيف راح أسويه. الجهة الثانية أنا أظن في سلع، المنازل القديمة، الأوتيلات العشوائية، الأشياء اللي يعني الحقيقة يعني أنا قلت هذا يحتاج جهد جبار. أولاً تطلع الناس، ثانياً لازم تقنع كل واحد إيش قد تعطيه عشان يطلع، وتقدر تبني وتستعيد وتعمل البنية التحتية. الأخوان في وكالة أبو الرقراق وأقولها بكل ثقة عملوا جهد جبار في البنية التحتية لهذا المشروع. اليوم تقدر تمشي على كورنيش جميل في الضفة الثانية من المغرب مع كافيهات وكافيهات بمستوى وجلسات جميلة. الويكند تروح ما تحصل لك مكان، والمشروع بعده ما خلص. الضفة الثانية في سلا المشروع لسه ما خلص، ومقاهي ومطاعم، واليوم أحسن مطعم موجود في المارينا بتاع السمك. أنا بس بغيت أشكر الأخوان الحقيقة على، وخصوصا أخي وصديقي حكيم، كان ودي يكون موجود لكن لسوء الحظ ظروف ما ساعدته أن يجي في وقت اللي كنا احنا نبني هذا المشروع. كانت لديه ثلاث مشاريع أخرى، ترامواي، كان عند القنطرة، كانت عند أيضا الأندرباس، وكان يشاركنا في العمل. فأنتوا اليوم تشوفون ناتج، لكن وراء هذا جهد جبار في منطقة جميلة على ضفة البحر، على ضفة النهر، وعلى على على وعلى المحيط. فشيء، وبعدين منطقة القديمة لا ننساها، تراث. فالإخوان والأخوات ما يستهلوا في العمل اللي احنا عملناه، عمل جبار وعمل ممتاز. واليوم احنا سعداء ان نقدم لكم ناتج، بس ناتج بعد جهد كبير ومضني. لكن لما تجتمع الإرادة وتجتمع الثقة والشفافية بين الشركاء، اليوم نشوف برودكت جدا ممتاز، وإن شاء الله
ما بيكون هذا البرودكت آخر برودكت، إن شاء الله راح يكون هناك مشاريع أخرى معاً مع الأخوان في الوكالة، لأننا وطدنا العلاقة ووجدنا ثقة متبادلة وشفافة بينها وبينهم. أرجو أني ما أكون أطلت عليكم، بس بغيتكم تعرفون بعض الحقائق لهذا الموقع الجميل اليوم. شكرا جزيلا.